وسط ارتفاع درجات الحرارة في صيف العراق المستعر، اضطر سجاد ذو 14 عاما إلى العمل داخل ورشة للحدادة في بغداد وترك اللعب مع أقرانه. سجاد واحد من آلاف الأطفال العراقيين الذين دفعتهم ظروف الحياة الاقتصادية إلى الانخراط في أعمال صعبة لإعانة ذويهم، وبعضهم وجد نفسه المعيل الوحيد لأهله. أنا اسمي سجاد، عمري 14 سنة، طالب مدرسة صف ثاني، وفي الأطلع أشتغل أعين عائلتي، أشتغل حتى أعين والدي، والدي مريض، يعني ما أقدر أشتغل شغل صعب، حتى أعين أهلي بالمصروف. ويؤكد خبراء أن قانون العمل لسنة 2015 منع تشغيل الأطفال دون سن 15، وحصر السماح بتشغيل من هم بين 15 و18 عاما بشروط ورقابة وضمن مهن محددة، فضلا عن فرض عقوبات بالسجن أو الغرامة على أصحاب العمل إذا خرقوا القانون، وعادة ما تخرق. أن الاحتلال الأمريكي للعراق أدى إلى نكبات في المجتمع العراقي وغياب القانون وغياب الدولة، وبالتالي أدى ذلك إلى استغلال بعض الأشخاص للأطفال وزجهم في ساحات العمل. مسؤولون في وزارة العمل أكدوا أيضا وجود حالات كثيرة لأطفال تحت السن القانوني وهم يعملون في مشاريع، وقد أقدموا على إنذار أصحاب هذه المشاريع وتسجيل مخالفات لحقهم.